عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من تعلم البيانو بالدارجة. اليوم حلقة ماشي بحال الحلقات اللي فاتوا. اليوم غادي نفد واحد الطلب من بزاف تاع الناس كيكتبوا لي لي ميساج في الفيسبوك وكيطلبوني باش نعطيهم كيفاش كيتلعبوا هاد الاغنيه ولا هاد الاغنيه ولا هادي، وكاين بزاف منهم كيطلبوني يتعلموا كيفاش يديشيفريو الاغنيه، سيتادير كيفاش يسمعوا الاغنيه ويتعلموا لها. بزاف طلبوني قالوا لي عافاك واش تقدر تعطينا لي زاكور تاع الى راح الغالي ديال حاتم عمور اللي هو صديق ديالنا وتعرفنا حنا في استوديو دوزام، وكذلك طارق حجيلي اللي هو لارونجور ديال حاتم عمور. دونك حنا كنا تقريبا صحاب، وكما كيقول لك الموسيقيين راه كيكونوا ديما صحاب وخوت. بغيت نبروفيتي بجوج حوايج، غادي نوريكم كيفاش ديشيفريو الاغنيه، وثانيا غادي نعطيكم كيفاش كتلعب الى راح الغالي. يلا هو معايا تتسويت. اول حاجه كيخصنا نعرفوا كل ملحن عنده طريقه ديالو باش كيلحن. كاين اللي كيلعب لي زاكور عاد كيحط لا ميلودي حنا بيا لا او لا. كاين اللي كيحط الميلوديه الاولى عاد كيقلب على لي زاكور اللي مناسبه ليها. دابا غادي نوريكم كيفاش ديشيفريو اغنيه، يعني كيفاش تلقاو ليها لي زاكور تاوعها ولا كيفاش تلعبوها. اول حاجه اشنو كديروا؟ كتلعبوا لا ميلودي اللي كيغني المغني. غديروا مثال بإلى راح الغالي ديال حاتم عمور. الوغ الاغنيه كتغنى بحال هكذا: واش تغالي الى راح الغالي. الوغ باش كيبدا شاراراران كنقلبوا عليها تا تا را را واش غالي. ودابا كنقلبوا على لاكور تاع هاد الاولاني تارارارا. اشنو هو لاكور اللي غادي يقدر يكون؟ هذا الصول. الصول اش فيها؟ سي وفيها الري. كنجربوا الصول واش برالي، هي هذيك. بعد خطرات لي زاكور ديما يقدروا يبداو في لا فوندامونتال، هي الصول هي الفوندامونتال، ولا تقدر يبدا لاكور في لا تيرس ولا في لا كانت. ديك الساعه نتوما غادي تقلبوا على حسب لا ميلودي. مثلا الى راح الغالي دار صول القبالة. الوغ تارارارا تارارارا هادي شناهي؟ هي فا دياز. غادي نجربو الفا دياز هي الأولى غادي نجربو واش بغالي إلا راح الغالي، ما جاتش. غادي نجربو فا دياز مينور واش بغالي إلا راح الغالي. سي ديجا با مال، كتسمع جوست ولكن ماشي هي اللي كاينه في اللحن ديال الأغنية. خصنا نقلبوا على بازال. قلنا فاديز هي الاخرى، الفاديز شنو فيها؟ قلنا مينور جات مزيانه، ولكن ماشي هي. غادي نجربوا لا تيرس. لا واش بغالي إلا راح الغالي، ما جاتش. غادي نجربو فا دياز لا كانت ديالها هي الدو دياز. واش بغالي إلا راح الغالي، تا هي ما جاتش. ألوغ أشنو كنديرو هنايا؟ فا دياز مينور جات. الوغ فا دياز مينور شنو فيها؟ فيها الفا دياز لا والدو دياز. غادي نجربو هاد الدو دياز نهبطوها بأدومي طون. واش بغالي إلا راح الغالي، قربنا ليها. اشنو غنديرو دابا؟ غادي نحولو لاباس نلعبوها تا هي في الري. واش بغالي إلا راح الغالي، هي هادي. ألوغ الري واش بغالي إلا راح الغالي. ألوغ اش كيبقى هنايا؟ ما يحس بيا، ما يحس بيا. الوغ هادي شنو هي؟ الدو دياز. غادي نجربو الدو دياز. ما يحس بيا، ما يحس بيا. جات حارة بحال شي اكور ديال طرب الاندلسي. ما يحس بيا يا ليليا. الوغ هادي ما جاتش. غادي نجربو لا كام تاع الدو دياز. كاين الدو دياز، الفا والصول دياز. غنجربو الفا. ما يحس بيا، هادي لا علاقة. غادي نجربو لا كالت ديال الدو دياز. ما يحس بيا، تا هادي لا علاقة. اشنو كنديرو؟ كنكملو ما يحس بيا كحال لالي. هادي سي. غادي نديرو سي لا 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 لي. سي ماجور ما عطاتش. علاش؟ حيت الاغنيه حزينه، دونك خصها تكون فيها مينور. كيما عطيتكم في الحلقات الاولين، قلت لكم المينور كيمشيو لي زاكور تريستي اللي كيكونوا حزينين. دونك سي مينور تاراراراري. الوغ سي مينور لقيناه، ولكن خصنا لاكور اللي قبل منه. اشنو غادي نديرو؟ غادي نفكرو في السيتيام اللي قبل من سي مينور، سيتادير اكور سيتيام اللي كيصيفطك لسي مينور. بحال واحد الحلقه قلت لكم دو سيتيام كيمشي كيتبعو الفا أو لا دو مينور سات كيتبعو الفا. الري مينور سات صول وغادا. هادي عطيتهم ليكم شحال هادي، دونك خصكم ترجعوا ليهم، مهمين بزاف. ألوغ كيفاش كنعيقو بها؟ ألوغ شنو لاحظتو معايا؟ الضو ما كتزعزعش بلاصتها. علاش؟ حيت لاكام ديال الفا فيها فا لا اي دو، دونك لا كانت ديالها سكيفي. غادي نمشيو لسي مينور، غنحسبو لا كانت سي ري لا تيرس اي لا كانت هي الفا دياز. دونك فا دياز بيان سور خصها تكون ساتيام باش نمشيو لسي مينور. ما يحس بيا، بينغو. الوغ لقينا لاكور هو الفا ديال سات. ما يحس بيا غير بلا ناني. الوغ نسمعو بالاول. اوكي هاد لي زاكور كيتعاودوا جوج خطرات ابخي كيمشي للرفرا. الرفرا شنو فيه؟ وبيبتي هي المرايا. هنا غنوقفوا وبيبتي هي مي، غنجربوا مي وبيبتي هي حاره، علاش خصنا دورا مينور وبيبتي هي يا لابرا. ملي كديروا مي مينور سات اش كيتبعها؟ واحد جوج ثلاثة أربعة لا. ألو وبيبتي هي المرايا، أش كاين من بعد؟ اللي كنشوف راسي فيها. ألو اللي كنشوف هاد اللي كنشوف راه بحال الغلاكور الآخر. اللي كنشوف فاضية الستيام راسي فيها. ولكن طارق حجيلي اللي هو اللي ارونجا الاغنيه لحاتم عمور ما بغاش يمشي للسي مينور. اشنو دار؟ مشى للسول. علاش مشى للسول؟ حيت الرفرا غادي تعاود كنشوفها بروحها معايا. دونك الا كان غادي يرجع ما خصوش يمشي للسي مينور، خصو يمشي لفا باش يولي واحد شي شويه ديال السسبانس. الوغ شنو دار؟ وبيبتي هي المرايا اللي كنشوف راسي فيها، وكيتعاود كنحس بروحها معايا، حياتي ضاعت ما فيها. هنا طارق حجيلي دار واحد الغلط خايب، كان خصو يمشي للسي مينور، ساعة هو عاوتاني مشى للسول. علاش؟ حيت من بعد غادي يغني واش بغالي إلا راح الغالي، دونك غادي يبقى يتعاود هاد السول. هادشي كيوقع بزاف ديال الموسيقيين، ديال الملحنين وديال الموزعين. علاش؟ حيت الله يحسن العوان التلفازه كتعيط عليك ولا شي كليان كيعيط عليك تيقول لك عافاك بغيت هاد الاغنيه غدا مع 6 الصباح توجد، خصك توجدها ليه. ولا تيقول لك بغيت فيها 2 دقائق و3 ديال سكوند. الله يحسن العوان. اوكي هنا كاين واحد الاكور باساج كيتسمى. هاد الاكور باساج كنت بغيت نديرو لكم في واحد الحلقه بوحدها، ولكن خصني ولا بدا نوريها لكم على هاد المناسبه ديال اغنيه الى راح الغالي. الوغ هاد الباساج يلا انا نوريها لكم تتسويت. يلا باش كيمشي للسول. الو واش بقالي إلا راح الغالي ما يحس بيا غير لا بارانا داري، حتى الدمعة ما قدرت واسيني، شكون اللي بحالك بالضد يا يبكي. هاد لاكور باساج دابا غادي نلعبها لكم كلها. فوالا سيداتي وسادتي، حبيبي حبيباتي وعزيزي عزيزاتي، في هذه اللحظة كنتهيو هذه الحلقة ديال كيفاش تلعب إلى راح الغالي و أون ميم طون كيفاش تشيفري شي أغنية. وأنت إلا عندك شي أغنية بغيتي تتعلم ليها ولا شي حاجة، كتب لي في كومونتير وأنا نوجدها لخويا ونعلمها ليكم افيك كغون بليزير. إلى هذه اللحظة كتسالي هذه الحلقة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.